اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome back to another episode of the Simply RYQ Les Masa Suratul Baqarah series brought to you by TVQ.academy your borderless school of the Quran by the will of Allah we are moving yes and inshallah today we will be covering verses number or oh, verse number 30 verse number 30 of Suratul Baqarah the beginning of the story of Sayyidina Adam and Iblis. Now that

وإذ قال ربك للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ Let's go back. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ Moving on. قَالُوا أَتَجَعَلُ فِيهَا قَالُوا أَتَجَعَلُ فِيهَا قالوا اتجعل فيها Let's go back وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا اتجعل فيها Moving on. من يفسد فيها ويسفك الدماء يفسد فيها ويسفك الدماء من يفسد فيها ويسفك الدماء. Let's go back. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Moving on. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Let's go back. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك Moving on قال إني أعلم ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. Let's go back. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون All right, this marks the end of this episode and this is verse number 30, mashallah. Until tomorrow, the next, I leave you in Allah's protection. Until then, see you and see you in Jannah. والسلام عليكم ورحمة الله. اقرأ. وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم،